اللغة مش شرط تكون مكتوبة على ورقة وقلم، ممكن تكون من خلال الجسد، ولغة الجسد تتجسد في الرقص. هل ممكن أنا اليوم من خلال الرقص أوصل أي رسالة بدي إياها؟ رح نحكي عن هالفن اليوم ونوقف عند محطات عدة فيه مع الراقص والمصمم الفلسطيني شرف دار زيد. خليكم معنا. أهلا وسهلا فيك، احنا مبسوطين انك معنا اليوم، وبداية هيك اعطينا نبذة صغيرة عنك لنعرف المشاهدين اكثر. انا اسمي شرف دار زيد، بشتغل في مركز الفن الشعبي وراقص ومدرب ومصمم في فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية. اهلا وسهلا فيك، واليوم يعني احنا موضوعنا عن الرقص، تمام؟ ومجال الرقص هو مجال واسع وفي كثير من الفنون المختلفة. اليوم لو بدي احكي عن الرقص او اوصفه بكلمة او جملة بسيطة، شو ممكن احكي؟ جملة بسيطة. يعني الرقص هو تعبير عن مشاعر، تعبير، هو حركة بالأساس. يعني الرقص بالأساس هو حركة، وهم نستخدم الرقص للتعبير عن مشاعرنا والتعبير عن قضايانا كلغة جسد. يعني كمان اليوم يمكن التعبير بتختلف طرقه، في ناس بيحسوا انه التعبير بيصير عن طريق الكتابة، في ناس بيعبروا بالغنى، في ناس بيعبروا بالرقص وبيوصلوا رسالة معينة عن طريق هدول الأشياء. اليوم أنا من خلال الرقص، خلال حركة وحركتين، كيف ممكن أوصل رسالة لأكبر عدد من الجمهور؟ خلينا نقول هو كتير مهم إنه الفنان اللي بيمارس الرقص مش فقط كمؤدي، كمصمم، هو يكون عايش مع المجتمع وبالتالي مش منعزل عن القضايا اللي بيعيشها المجتمع، عشان يكون الفنان صادق ويقدر يقدم لوحة فنية تعبيرية لها معاني تلمس الجمهور. هو لابد انه يكون مش منعزل، منخرط مع المجتمع وقادر يعبر عن القضايا، سواء القضايا الشخصية اللي بتمسه وبالضرورة بتمس شريحة من المجتمع. الفنان هو أمام قضايا مختلفة وعديدة بواجهها، سواء بحياته السياسية والعاطفية وحياته المهنية الاجتماعية، وبالتالي في كم من القضايا اللي بيقدر يعبر فيها عن من خلال الرقص على المسرح. المحك هو مدى ارتباطه وتواصله مع المجتمع بكافة فئاته. يعني كمان خلينا هون نحكي يعني محليا هون بفلسطين، ممكن كمان مواضيع الرقص اختلفت مع الوقت، وحتى حركات الرقص كمان اختلفت مع الوقت حتى تواكب، خلينا نقول، فترات زمنية مختلفة، وحتى يمكن المواضيع اللي احنا بنوصلها من خلال الرقص او العروض المختلفة كمان اختلفت. طبيعي، وفي كل العالم مش بس في فلسطين، المواضيع مليانة، يعني كتير في مواضيع الواحد يحكي عنها، والفنان هو بيعبر عن المجتمع، هو الوجه الثقافي للمجتمعات، وبالتالي هو أمام يعني كنز، هو يتفاعل مع عدد كبير من الجمهور. هلأ ما قبل ذلك الرقص هو كان في محل له علاقة يعني بالشارع وبالحواري وبالسوق وبالأزقة وإلى آخره. مع التطور الطبيعي اللي مع الإنسان أصبح الرقص هو لوحة فنية على المسرح اللي أعطته مجال أوسع للتعبير. يعني من إذا كان هو له علاقة بالتمني وله علاقة بالفرح، لصار هو لوحة فنية على المسرح كمان بتحكي عن قضايا مختلفة أكثر وسع. يعني كمان اليوم يمكن في كتير راقصين وراقصات، ولكن عشان أنا أحكي أني أنا راقصة أو راقص جيد، شو لازم يتوفر فيي أنا كشخص؟ يعني بطبيعة الحال بالدرجة الأولى لازم الراقص يشتغل على جسده، لأنه الرقص هي مش بعيدة عن الرياضة، يعني بدك تشتغل على جسدك وكل المهارات اللي يعني تلازم، يعني المهارات اللي لها علاقة بالتقنيات الرقص. هذا بالدرجة يعني الأولى بشكل هيك فني، ولكن أيضا بسياقنا الفلسطيني لابد من أنه الراقص كمان يكون على فهم واطلاع كافي بالمحيط،
تبعه، لأنه إحنا مش منعزلين، إحنا بنعيش بظرف سياسي صعب، والفن مش منعزل تماماً عن السياسة، وبالتالي لما أنت بدك تعبر عن قضايا أنت بتعيشها إلها علاقة بالمجتمع وإلها علاقة بالمعاناة والاضطهاد اللي أنت بتعيشه، أنت ضروري كراقص تكون عايش هاي التجربة عشان تقدر تكون صادق على المسرح. يعني كمان حتى ممكن خلينا نقول طابع العروض الفنية اليوم ممكن هو بواكب العصر بطريقة مختلفة، ويمكن اختلفت الطريقة أكيد من زمان لهلأ كمان زي ما أنت حكيت. اليوم كيف أنا كمان ممكن من خلال الرقص والطرق الجديدة سواء الرقص المعاصر أو أي رقص مختلف أو نوع تاني من الرقص كمان ممكن أضيفه على الرقص الموجود الشعبي عندنا، ولكن من دون ما أثر عليه وعلى طابعه الموجود؟ طيب هلا اذا بدي ارجع شوي صغير لكيف تطور الشيء عشان اقدر اوصل لكيف هون، يعني اذا بدي ارجع شوي صغير لبعض الحضارات، مثلا البابليين كان بالنسبه لهم طقس ديني كانوا يمارسوا في داخل المعابد، كان عند المصريين القدامى هذا طقس مقدس. البابليين اصلا هم اخذوه كممارسه من الاشوريين والسومريين، بمعنى هو كان حتى في المسيرات في مدينه بابل كان الرقص حاضر موجود في الشارع. المصريين القدامى كانوا الكهنه يعتبرونه طقس مقدس، بحيث انه كانوا يطلبوا ويامروا الناس انهم يقوموا بهاي الممارسه على اعتبار انه هذا يبث الفرح في نفوس الالهه. الأفارقة ما زالوا ولا حتى اللحظة يعني كانوا وما زالوا بيمارسوا الرقص في مناسبات مختلفة، في الحرب وفي الصيد وفي العرس وفي الموت وإلى آخره. هلأ كمان بهذا السياق الفلسطيني هو مش منعزل عن هذا عن هاي الحكاية، الرقص تطور مع تطور الإنسان. هلأ في فترة معينة كان في إشي اسمه الرقص الحديث. الرقص الحديث هو أجا تمرد على رقص الباليه الكلاسيكي اللي فيه له ضوابط معينة، فيه له الوضعية الأولى والثانية والثالثة. في نهاية القرن التسعتاعش بداية القرن العشرين كان في مجموعة من الناس الفنانين ومن ضمنهم مارث جراهام وهيك اللي شعروا أنهم مربوطين في الرقص الكلاسيكي الباليه اللي تمردوا عليه وأنشأوا الرقص الحديث، وكانوا بهذا النوع من الرقص يعني أكثر صلبين، بمعنى يرفضوا دمج أي نوع رقص آخر، وهذا كان له حرية بمحل معين، ولكن اتحدد بكونه رفض بدمجه مع أي نوع رقص آخر. لما أجى الرقص المعاصر بعد ذلك في منتصف القرن العشرين صار في حرية أعلى، وكان في انفتاح أكثر أنه ما في مشكلة أنك أنت تدخل عناصر أخرى زي الباليه وزي الرقص الحديث، وبالتالي صار الرقص المعاصر إذا بدي أنا أحكي هيك تعريف لغوي لإله هو ما يحدث الآن يعني في هذا العصر، وبالتالي أنت أي شيء تقوم في تصميمه في الوقت الحالي هو رقص معاصر. فبالتالي التعريف هنا ما راح على الشكل، راح على الزمان. هلأ الشكل يعتمد على الشخص وبيئته وخلفيته، فبطبيعة الحال الشخص اللي نشأته على سبيل المثال دبكة، فتعبيره في الرقص المعاصر هو بده يكون له جذور له علاقة بالدبكة. هلأ إحنا ننتمي للمدرسة إنك أنت تقدم رقص له جذور، بالتالي مش مضطر إذا أنت بدك تعبر، يعني قد تكون الدبكة في محل معين محدودة التعبير إذا أنت بدك تحكي عن قضايا مختلفة، وبالتالي إذا أنت بدك تعبر من خلال الرقص المعاصر مش مضطر إنك أنت تروح للمدرسة الغربية بهذا أنت بتقدر تضيف تغير تطور بجذورك أنت طبعاً. وأنت بتقدر تروح لمساحات كتير واسعة. إذا الرقص الفولكلوري على سبيل المثال قريب من الأرض وبده وزن وبده ثقل وبده جسم مفتوح، كمان أنت بتقدر تستخدم كل هاي التقنيات لها علاقة بتعريفات الرقص الفولكلوري بالرقص الحديث لتخدمك أنك أنت تحكي عن قضايا مختلفة، وبالتالي أنت بهاي الطريقة ما انعزلت تماما عن الفولكلور تبعك، وإنما قمت بتطوير على الرقص اللي يحاكي كمان المساحة اللي أنت بتقدم فيها هذا. يعني كمان هذا بتطلب خلينا نقول كمان معرفة بالتصميم أكتر، والواحد خلينا نقول بيكون حريص كمان إنه يضل محافظ على جذوره كمان زي ما أنت حكيت، ولكن بإضافة نوع من الحداثة، فهذا كمان بلعب دور كتير كبير في التصميم. كمان أنا عشان أكون مصمم جيد يمكن لازم يكون عندي كمان خلفية ثقافية، معرفة بطبيعة وأنواع الرقص المختلفة، يعني مش بس في الرقص اللي أنا بعرفه أو نميت عليه خلينا نقول.
طبيعي جدا. المصمم هو فنان، بمعنى هو بالضرورة لازم يكون مبدع، لازم يبتكر تصميم يعني عالية، ولازم يكون عنده تخيل كتير عالي. المصمم هو بتطلع تفاصيل التفاصيل من حياتنا، مشية الناس في الشارع، حركة الشجر، لما يروح على عرس على سهرة بشوف بعض التفاصيل اللي بإمكانه يستوحي منها حركات. الجسد هو ردة فعله الطبيعية للأمور هي اللي بتخلق حركات. إضافة إلى ذلك أنك أنت لما تسمع الموسيقى، اليوم إحنا كمان نحكي مش بس موسيقى منعزلة عن الكلام، الكمان له تعبيرات مختلفة، كمان الموسيقى وإحنا سواء موسيقى عصرية ولا موسيقى تراثية هي بتحمل مضامين. طب أنا كيف بدي أعبر عن هاي المضامين؟ بالحكي سهل، بالموسيقى في فنان بيوزع بطريقة اللي يحكي لك إنه هاي موسيقى بتحكي عن فرح، أو هاي موسيقى بتحكي عن غضب، أو هاي موسيقى بتحكي عن عنفوان. طب كيف الرقص بده يعبر عن هذا الشيء؟ طبعاً بده يكون في بحث، والبحث هذا في أنماط، في ناس بتبحث بالحركة من خلالها، من خلال الحركة والتعمق بالحركة، وفي ناس كمان بتحاول مثلاً تطلع على ثقافات أخرى وتجارب أخرى في العالم لتقدر كمان تفهم نمطها بالرقص وتشوف كيف ممكن هي تعبر من خلال هاي الحركة. اللي انت اول ما تشوف هاي الحركة مش بس كتعبير جسد وجه، كمان كتعبير جسد، بمعنى انت ممكن تجرب انه ما يكونش في تعبير للوجه على الاطلاق وتشوف كيف الجسد نفسه ممكن انت بنفس الحركة تقوم بإيماءات مختلفة اللي انت تعبر فيها عن مشاعر وتوصل فيها تكسر هذا الجدار اللي ما بينك كمؤدي وما بين الجمهور اللي يكونوا هم معك على المسرح، مش بس هم بتطلعوا عليك كحدا. صح، ولازم كمان الجمهور يكون فاهم كمان حتى يعرف قديش مهم كمان انك تضيف وتعبر، وممكن يتعبر كمان زي ما حكيت باشياء مختلفه سواء بإيماءات الوجه او حتى من خلال الجسد. ولكن يمكن نظره الجمهور مع الوقت اختلفت للرقص او للراقص، خلينا نقول بشكل عام. اليوم الجمهور كيف بيتفاعل، خلينا نقول، مع العروض الفنيه، مع طبيعه الرقص الموجود كمان؟ شوفي، أنا ولا مرة بحب يعني هيك أحكي باسم الناس وبحكي مستمع لأنه هذا ذوق يعني، وبحب وبحبش هذا بيرجع لذوقك. في ناس اللي بتحب الرقص المعاصر الغربي وحقهم، وفي ناس بتحب الرقص المعاصر الفلسطيني اللي له جذور، وفي ناس بتحبش هدول التنين وبدهم بس دبكة دبكة دبكة. فبالتالي يعني انت عندك انماط مختلفه زيه زي اي زي الطبخ زي الاكل، انت شو بتحب يعني، شو كيف بتحب تتذوق الشيء. الفنان مش لازم دائما يلحق رغبات الجمهور بشكله العام، يعني إذا الناس غايه لا، وكمان دور الفنان في محل معين نعمل نوع من التغيير والمفاجاه ويسلط الضوء بشكل إبداعي على نمط جديد بطريقة جديدة. هذا مهمته الفنان، زي ما مرة حكى بريخت إنه أنت مش مهمتك تحضن الجمهور، أنت مهمتك تلامس الجمهور. تحضن الجمهور يعني أنت بتساوي إشي بالضبط زي توقعاتهم، كيف هم بيحبوا، كيف هم بدهم، اللي ببلشوا يزكفوا من أول العرض لنهاية العرض. أنت هون بتكون قدمت شيء أرضى غرورهم، بس هل أنت عملت نوع من التغيير؟ هل قدمت شيء مختلف عن النمط الموجود؟ لا، الفنان إذا هو بده يبتكر، إذا بده يصمم، إذا بده يبدع، كمان في محل معين لازم يلامس الجمهور، بس يحتفظ بمسافة اللي يقدر يكون فيه له مجال أوسع لأنه يقدم إبداع وبالتالي تطور، وبالتالي أنك أنت كل مرة بتروح فيها على المسرح بتشوف شيء جديد. وهذا هو المختلف ما بين الرقص في الشارع والرقص على المسرح. في الشارع أنا بروح بشوف الشكل التقليدي من الدلعونة والطيارة والشمالية والسحجة والتغريبة، وبحبها وبحب أشترك معها كطقس اجتماعي. ولكن لما أروح على المسرح أنا بالضرورة بدي أشوف إشي جديد، لأن مش معقول أشوف نفس الإشي اللي أنا بشوفه في السهرة، وإلا شو أنت جبت لي إشي جديد؟ صح، وفعلا هذا دور الفنان. وكمان اليوم قديش مهم انه خلينا نقول الرقص الفلسطيني كمان يوصل هاي الفكره، ولكن مع الحفاظ على الطابع الموجود. يعني احنا اليوم كثير بنشوف اطفال بحبوا يتعلموا دبكه، فمهم كمان يعرفوا الدبكه من وين اجت، خلينا نقول، او الحركه الجديده اللي دخلت على الدبكه هاي شو اصلها، احنا ليش بندخلها كمان. هذا كمان يمكن من باب خلينا نقول المسؤوليه الاجتماعيه اللي توقع على الفنان. وهنا بيجي كمان دور المدرب،
يعني احنا عشان في راقص وفي صحيح. مدرب وفي مصمم. المدرب هو يتعامل مع الاطفال، والمدرب في محل معين هو كمان تربوي، بمعنى مش فقط فني، لابد انه يكون في عنده مهارات فنيه، لابد انه يكون مطلع قدر المستطاع على نمط الرقص اللي هو بده يقدمه. يعني ما بزبط انا اكون بدرب دبكه وما اكون اعرف على الاقل اسماء الحركات وانواع الدبكات ولو كان نبذة عن النشأة ومن وين اجت وكيف اجت واختلافها ما بين يعني في بلاد الشام الدبكة السورية واللبنانية والأردنية والفلسطينية والدحية من وين اجت وكيف اجت والآخر. ضروري انا كمدرب عشان لما يسألني الطفل اكون قادر انا اجاوبه، وكمان لما انا اعطيه الحركة اعرف اعطيها بالتشبيه الصح انه هي من وين جاي، هل هاي الحركة جاي من حركة خيل، هل جاي هي من حركة نسر، هل هي يعني ايش الجذر تبعها، هل جاي هي من الحصاد، من وين يعني جذر هاي الحركة. فالمدرب هو لابد يكون في عنده هاي التقنيات والمعرفة والاطلاع، يعني الاطلاع بمعنى يشوف شو وين رايح المجال الفني. ولكن بالشق الآخر التربوي كمان هو نموذج أمام الطفل، نموذج بتعلم منه يعني ارتغى فيه كمان. وأحيانا يعني تعرفي مرات إحنا عندنا هنا بالمركز مرات الأهل بيجوا بطلبوا منا كمدربين إنه نحكي مع أطفالهم بشغلات معينة إلها علاقة بشخصيتهم وتقوية شخصيتهم، حتى ممكن بدهم يعرفوا بعض المعلومات اللي ممكن يكون الطفل مرتاح أكثر مع المدرب، لأنه بتعرفي في المدرسة الأستاذ أستاذ بالضبط، شوي نظرية شوي فيها رتابة 100%. وفي الدار خلص هذا في الآخر يعني هدول أهلي، بس المدرب هو قادر يلعب ما بين المحلين، نوع من الإبداع كمان والمخيلة، والواحد كمان لما يفرغ ممكن يطلع أشياء. لا وباخده منهم، يعني بمعنى مثلا إذا المدرب مهتم كتير بالرياضة بتلاقي أثر على جزء مش بطال من الأطفال إنهم يصيروا، إذا كان بدخن الأطفال رح يتأثروا فيه ويصيروا بدخنه. وبقدرش المدرب يفصل بالمناسبة إنه مثلا أنا في قاعة التدريب مدرب، بس إذا أنا في الشارع ولا في مطعم إنه كأنه سلوكي منعزل، فممكن حدا من الأهل يجوا مع ابنه اللي أنا بدربه ويشوفني بشكل إنه طب هذا نفس المدرب اللي بدربني في فبالتالي ما في يعني مجال للفصل. إذا أنت قررت إنك أنت تكون مدرب أنت بدك تكون حذر في كل تصرفاتك، لأنه أنت نموذج شئت أم أبيت أمام الـ الأطفال. كمان اليوم خلينا برضو نحكي على مستوى محلي، اليوم هل أنا بقدر كراقص أمتهن مهنة الرقص وهو يكون يعني مصدر دخلي الأساسي؟ خلينا نقول أتمنى يعني نوصل لهذا المكان، بس أنا دائما بهذه المعادلة بحب أرجع عشان أنا أمتهن الرقص لازم أكون عارف أنه في سوق طبعا. يعني في مساحة كمان محتضنة كبيرة خلينا نقول. وخلينا نفكر بشكل واقعي، احنا اليوم عندنا في البلد أكم من فرقة رقص عندها قدرة انها هي تشتغل بشكل احترافي، احترافي بحكي عن الجانب المادي، انه هي تقدر تعطي للراقصين وتدفع لهم، قليل جدا جدا يعني قد لا يذكر، ما في إشي زي هيك. وبالتالي بصير اعتماد الراقصين على المشاريع اللي جزء منها بيكون محلي وما في يعني دعم كافي لهذا، وجزء الأكبر بده يكون عالمي. ولما بدك تروح أنت على العالم أنت بدك تنافس مئات من المحترفين بهذا المجال، بدك تكون أنت واحد من، وبالتالي أنت يعني اضطريت كمان تطلع من البلد بدل ما أنت تكون موجود هنا تفيدها. هذا شق. الشق الثاني إحنا للأسف كمان لسه مش واصلين لمرحلة في نوع من التأمين، بمعنى إذا أنت امتهنت الرقص هل في لك نهاية خدمة؟ هل في لك صندوق ادخار؟ هل في لك تأمين؟ ما هو أنت رأس مالك إجرك، إذا أنت وقعت على إجرك خلص وقعدت أشهر وأنت ما بتمارس
هذا النوع، أنا بده يجي يحكي لك تعال والله هذا بدل تأمين. احنا بنتمنى كمان انه يصير تطوير على هذا المجال اكثر، ويكون في مساحه حاضنه تحتضن الفنانين والراقصين كمان. كمان اليوم من خلال العروض الفنيه ممكن احنا زي ما حكيت تعرض برا، قديش مهم كمان انه احنا نوصل فكره او رساله موجوده هون ونوصلها للمجتمع الخارجي من خلال الاشياء الموجوده عندنا. يعني ضروري جدا، لانه زي ما حكيت هو الفن والثقافه هي وجه المجتمع. اذا انت بدك تعرف عن مجتمع بدك تتعرف على ثقافته، فبالتالي انت بتقدر تعرف العالم اللي برا بيشوف فلسطين من خلال شاشه التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، والحدث الاكبر هو الحدث السياسي والاحتلال يعني ايش بصير، وهو مهم. ولكن في شق اخر كمان ثقافي لابد انه الناس تعرفه وتعرف عن قضيتنا من خلاله. فبالتالي احنا لما نقدم عروض فنيه في العالم، احنا هنا يعني في المستوى الفني اللي احنا لازم نكون كثير حذرين قديش مستوى، لأن الفن في العالم تطور ووصل لمراحل كتير مهمة. والشكل الآخر المواضيع اللي أنت بتكون بطرحها، أنا باعتقادي في إشي اللي إحنا بنحكي له المقاومة الفنية. المقاومة الفنية واحدة من أشكالها هو التعريف بفلسطين وقضية فلسطين، بغض النظر عن الشكل الرقص اللي أنت بتقدمه، عن قضايا اللي أنت بتعيشها كفلسطيني من خلال الفن. يعني على صعيد الموسيقى على سبيل المثال، وعلى صعيد الغنى، وعلى صعيد الحكايات، الناس كتير في العالم عرفت عن فلسطين من خلال هاي القضايا. فأنا كفنان في مجال الرقص، أنا أمام مسرح أمام مئات المشاهدين داخل المسرح، أنا فرصة لإلي أحكي عن هاي القضايا وعن هاي المعاناة. لأنه تطلعي أنك أنت تعزل حالك وتقدم فن فقط من أجل الفن، هذا الحكي بزبطش ولا في أي دولة ولا في سويسرا بزبط هذا الحكي، لأنك أنت بتكون وكأنك أنت وافقت على الاضطهاد اللي أنت يعني السكوت علامة الرضا، يعني أنك أنت غضيت النظر. وهذا الحكي بالعكس، أنت لما تعرض تحديدا للعالم أنت بدك تكون هيك حامل في جعبتك مجموعة من الأفكار اللي لما المشاهد يشوف هذا العرض يروح في الليل يقعد يفكر فيه وينام ويكتب عنه مقالات ويحكي فيه مع محيطه إلى آخره. هون أنت بتكون عملت نوع من التأثير. كتير حلو. سؤالي الأخير لك اليوم، الرقص أو الراقص خلينا نقول، لشو بحاجة حتى إحنا نقول صار عنا مساحة، صار عنا خلينا نقول مساحة للتعبير قدام الناس كلها؟ يعني اليوم بتشوف كتير راقصين مشهورين بأوروبا، خلينا نقول كتير راقصين مشهورين بباريس، اليوم إحنا عشان كمان نكون راقصين ونوصل رقصنا لأكبر عدد من الناس شو ناقصنا؟ يعني هو طبعا ناقصنا هو اهتمام اعلى بهذا القطاع. هلا كيف بصير هذا الاهتمام الاعلى؟ اولا احنا بحاجه لفرق تقدر تضم يعني افراد اللي عندهم هذا الاهتمام. بمعنى انا يعني اذا بدي اطلع من الستينات لليوم، عدد الفرق في بعض المناطق زاد وعدد اخر من الفرق تقلص. يعني مثلا في الستينات والسبعينات عدد الفرق اللي موجوده في غزه كان أضعاف إيش موجود اليوم في غزة. يعني شكراً لك، شكراً لوجودك معنا، إحنا كتير سعداء إنك موجود حكايات فن. مشاهدينا، المهم إنك تكون شغوف حتى تمارس فنك، والراقص من دون شغف مش رح يقدر يوصل رسالته. استنونا دائماً بحكايات جديدة في حكايات فن.